مع الجهاز الفني في البرامج اللي محطوطه، خاصه ان كمان كان في فيديو ليك وانت يعني نشرته على صفحتك الشخصيه وانت بتتمرن في البيت. Oui, je m'entraîne sérieusement. انا بتمرن بجديه في البيت. Je suis le بتبع التعليمات اللي حاططها النادي والتدريب اللي حاطه المدرب. كل يوم بعمل حصه تدريبيه بتاعتي زي ما مكتوبه وزي ما المدرب طالب مني. شايف معانا التدريبات دلوقتي معروضه دلوقتي اليو معانا على الهواء دلوقتي وانت بتتمرن في الحديقه الخاصه في المنزل. Oui, je m'entraîne sérieusement. بتمرن بجديه. زي المدرب ما طلب مننا في البرنامج اللي بعته لنا. C'est bien pour moi. C'est وده كويس لمصلحتي طبعا ولكل زمايلي يتمرنوا بجديه. Si on dit un footballeur, c'est dit aux entraînements. Donc. لا طبعا لعيب كرة قدم يعني الالتزام بالتدريبات، فلازم التزم بالتدريبات وبتمرن كل يوم بمستوى كويس وبحاول قدر الامكان انفذ المطلوب مني بحذافيره. وده عملي، ده جزء من عملي. ما عنديش حاجة تانية أعملها غير التدريب لغاية ما ترجع تاني النشاط الرياضي، فبتمرن كل يوم بجدية. بتتمنى